هاخد من الكابتن ناصر. احنا اتكلمنا وقلنا، طرحنا سؤال من شويه، قلنا فين مسؤول الفار في المعسكرات اللي هو كابتن مجدي رزق. كابتن مجدي رزق تمت الاطاحه بيه للي انت قلته من شويه، بسبب المؤامات وبسبب ابناء الحكام. تمت الاطاحه بيه، تمت الاطاحه بيه لهذا السبب. كابتن مجدي رزق وقت القائمه الدوليه ما كان فيها يعني كلام، مشاكل كلنا ودخلات. الموضوع ده قتل بحثا والناس كلها عارفاه. كابتن مجدي رزق قدم تقرير لاتحاد الكوره وقال ان في حكمين لا تنطبق عليهم الشروط، وهم حسام عزب حجاج عمرو احمد الشناوي، هذان الحكمان لا تنطبق عليهم شروط الفيفا ويجب اقصائهم خارج القائمه الدوليه. ده التقرير اللي قدمه كابتن مجدي رزق لاتحاد الكوره. بعديها كابتن مجدي رزق لما استشعر الخطر او استشعر ان هيحصل ان التقرير ده مش هيتاخد بيه، راح بعت ايميل للكاف والمسؤول الزون في الكاف، ولكن هو تصرف تصرف يعني اختار الجهه اللي هي مش منوطه. جه رد من الكاف، هو قال له ده كلام خطير جدا. زي ما بقول لك ده اللي بعت حصل. ايميل للاتحاد بعت الافريقي، ايميل للاتحاد الافريقي قال لهم خلوا بالكم الحكمين دول لا تنطبق عليهم شروط وانا بخلي مسؤوليتي عشان انا بقول لكم. عشان كده اللجنه طلبت تغييره ومجيء حكم اخر بالظبط كده، مكانه كابتن سيد مراد. بالظبط كده. فلما الكاف رد، اتحاد الكوره عرف، فالكاف رد، كان رده ان لا احنا مش الجهه المنوطه بهذا الامر، انت ممكن تخاطب الفيفا لان هم اللي وضعوا الشروط واحنا مش الجهه المنوطه. اتحاد الكوره عرف، طبعا في ناس في اللجنه عرفت كلام مش على مزاجهم، حصل تقدر تقول كده كومبينه على الكابتن مجدي رزق، تمت الاطاحه بيه وعشان كده ما ظهرش في المعسكرات. والاسامي ارسلت بالفعل، الاسامي ارسلت بالفعل، وانا بقول لك اهو هي غير مطابقه للشروط. وهزيدك كمان من الشعر بيت، ان تم ارسال هذان الحكمان لمعسكر الفار للكاف. الكاف كان عامل معسكر، ده بروجكت كبير جدا بيختار فيه يعني افضل العناصر عشان يكمل بيه. بعد كده الحكمين دول لما شاركوا في معسكر الكاف بتاع الفار، يعني هقول لك كده بلغه الكوره، خدوا كتف قانوني، خدوا كتف قانوني، وتم انتقاء 6 حكام هم الافضل في هذا المعسكر، ودول اللي هيكملوا مع الكاف. ليس من ضمنهم حكم مصري، مش من ضمنهم اي حكم مصري، بسبب ان الكاف كان عايز حكم ساحه دولي، حكام ساحه دوليين عشان يزود القاعده، وده يمكن الكاف نشره على موقعه الرسمي. ومين هنا اللي خسران؟ التحكيم المصري. فالنهارده بسبب برضو المواءمات والمجاملات. بالظبط كده، وانا بقول لك اهو الحكمين، وفيهم حكم كان عين من قبل الاتحاد الافريقي في الكونفدراليه في بطوله، في مباراه اتحاد العاصمه والجيش الملكي المغربي. والاتحاد الكاف لما عرف ان هو ما بيلعبش في الدوري المصري بتاعه، ما بيسفرش، قال له شكرا، واستعوض بيه مين؟ محمد عادل. محمد عادل ده الموسم الماضي، الموسم الماضي مظبوط. طب لما نركز في الموضوع، محمد عادل حكم من خارج القائمه الدوليه للفار، يعني هنا بناكد على المفهوم اختيارات الحكام، هو عايز حكم دولي الاساس الملعب، خبره في الملعب عشان اقدر اصحح خطا الحكم اللي في الملعب. وكمان حصل مشكله كبيره جدا مع محمد عادل، ودي برضو لاول مره هتتقال. اقول لك لجنه حكام الاردن كان عندها مباراه مهمه، اعتقد المباراه كانت النهارده او امبارح، درب النهارده اعتقد كانت امبارح، ماتش الفيصلي اعتقد. كان ما بين الاول والثاني، كان ماتش، لا انا شفت الحسين والاهلي الاردني. تمام، كان دي كانت مباراه على الاول والثاني، ولجنه حكام الاردن طلبت محمد عادل بالاسم. وطلبت طاقم دولي، وكان معاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه. كان رد لجنه الحكام على لجنه حكام الاردن، احنا مش هنبعت الحكم لان احنا عندنا ماتشات مهمه في الدوري واحنا عايزين حكامنا الدوليين. ده ما كانش لسه بدأ الدوري، ما كانش لسه بدأ، وعندك حكام تانية تقدر، في 6 حكام تانيين. لا، ولما يجي لك طلب مصر اكيد لازم، اكيد توافق طبعا. ده دعم ليه، وده دليل على ان الاتحاد الاردني بيثق في التحكيم المصري. كان الرد من لجنة حكام مصر، احنا مش هنقدر نبعت لك محمد عادل، انا ممكن ابعت لك حكم تاني. بعتوا الحكم، لجنة حكام الاردن لقت الاسماء من خارج القائمة الدولية، مش دوليين. لا مش دوليين. لجنة حكام الاردن قالت لهم شكرا، لن يتم التعامل معكم مره اخرى، ولكن هقول لك بقى انا تواصلت مع المسؤولين في لجنه حكام الاردن. هم اصدقاء وكلنا اصحابي، انت عارف احنا اشتغلنا مع بعض. الناس عندهم استياء شديد جدا، قالوا ان احنا بنثق جدا في التحكيم المصري، لما بنقول حكم مصري الاعلام الاردني بيبقى عنده قابليه والجمهور بيبقى عنده ثقه في التحكيم المصري، لكن هذه المجموعه برضو لازم اكد ان هو قال هذه المجموعه لن نتعامل معها مره اخرى، ولكن هم مش عايزين نفسد العلاقات ما بين لجنه حكام الاردن ولجنه حكام مصر، في النهايه هم اشقاء واحنا اشقاء، لكن هم يعني تعاملوا مع الموقف وعلى انه تصرف فردي مش تصرف يمثل